أسعد أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أحييكم في برنامج ساعة في الاقتصاد، حلقة جديدة اليوم نتحدث فيها عن الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لمنظمة أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة، وهذه الدول التي اتفقت على تمديد خفض الإنتاج بمليون وثمانمائة ألف برميل يوميا. أثر هذا الاتفاق على الأسواق النفطية وعلى الأسعار على المدى المتوسط والبعيد، نناقش هذه المحاور مع ضيوفنا في حلقة اليوم. أرحب في البداية بالأستاذ عبد العزيز المدبل، كاتب اقتصادي في مجال النفط ومهتم بالصناعة النفطية. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا أستاذة كلير. أهلا بك. أيضا أرحب بضيفي من الدمام دكتور فيصل المرزا، مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، ينضم إلينا من الدمام. أهلا بك معنا دكتور فيصل. حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. الله يحييك. أحييكي وأحيي ضيفيك الكريمين. أهلا بك وشكرا لك. أيضا أرحب بضيفي من الكويت الأستاذ وائل مهدي، كاتب متخصص في شؤون النفط ومنظمة أوبك. أرحب بك معنا أستاذ وائل. قبل أن نستهل حوارنا مشاهدينا الكرام، نتابع معا التفاصيل في سياق التقرير التالي. تمدد ثاني لخفض إنتاج النفط تعهدت به دول منظمة أوبك وخارجها في اجتماعهم بفيينا الخميس حتى الربع الأول من العام المقبل، ويواجه التعهد الثاني للخفض بحجم مليون وثمانمائة برميل يوميا تخمة في المعروض وارتفاع حجم المخزونات التي كونتها الأسواق بانتهاء الاتفاق الأول بنهاية يونيو. ولا تزال الأسعار تواصل هبوطها عند مستويات الخمسين دولار للبرميل رغم الإعلان المتوقع، مما يعني استيعاب الأسواق العالمية لقرار الخفض. وهوت أسعار النفط الخام 5% كردة فعل أولية للاتفاق، فيما لا تزال العقود الآجلة للخامات تواصل تحقيق مستويات متدنية في الجلسات. الإنتاج الصخري الذي تقود استثماراته الولايات المتحدة لا تزال كمياته غير كافية لتعويض النقص، وهو ما تعول عليه أوبك في المدى المتوسط. وتدفع المملكة التي كشفت في وقت سابق عن كميات مؤثرة من النفط الصخري إلى تحقيق توازن سعري في وقت تتطلع تكنولوجيا النفط الصخري لتعزيز مكانتها الإنتاجية. وطرح معالي وزير الطاقة خالد الفالح التعايش مع الإنتاج الصخري كاستثمار مستقبلي مؤثر فيما تجاهد استثمارات النفط الصخري لتحقيق الأرباح في مستويات الخفض. وشهدت صناعة النفط الصخري عشرات الإفلاسات بين عامي 2015 و2016 في وقت لا يزال الإنتاج يعاني من ارتفاع تكلفة الخدمة. وتضع منظمة أوبك الإنتاج الصخري أمام طاولة البحث في كل تحرك من منتجيه للإضرار بالسوق، رغم انكشافهم في مستويات استثماراتهم الربحية فوق 50 دولار للبرميل. أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أستاذ عبد العزيز أحييك مرة جديدة. في البداية، في اجتماع دول المنتجة للنفط من منظمة أوبك وخارجها في اجتماعهم الأخير في فيينا تم الاتفاق على تمديد الإنتاج. ما هي أهمية هذا الاتفاق والاستمرار بتمديد الإنتاج على للأشهر القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة جهود جبارة جدا بذلها المسؤولون والوزراء جميعا من داخل أوبك وخارج أوبك من أجل الاتفاق الذي تم خلال هذا الاجتماع. نتفق جميعا أن هذه الجهود أثمرت على تمديد الإنتاج، ولو لم يكن هذا الخفض اللي اتفق عليه في نوفمبر وتم تنفيذه بداية مع يناير 2017 لما تم تمديد هذا الاتفاق لتسعة أشهر قادمة. ممتاز. دكتور فيصل أرحب بك معنا مرة جديدة. الاتفاق تم بأن تستمر الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك وخارجها بتخفيض الإنتاج بمليون وثمانمائة ألف برميل يوميا. في البداية، الاستمرار بهذا الاتفاق بين الدول المنتجة من داخل أوبك وخارج أوبك، ما هي يعني دلالات هذا الاتفاق الإيجابي بين الدول المنتجة بعد أن كان هذا القرار قبل أن يتخذ في بداية يناير كان هناك تباعد في وجهات النظر بين الدول المنتجة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز، فعلا هناك جهود جبارة، هناك
عودة إلى أوبك لإدارة الأسواق والتأكيد على أن أوبك منصة قوية جدا. رأينا هذه المنصة المتمثلة أيضا بانضمام روسيا منذ أن اتفقت مع المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، وبالتالي أوبك لا تمثل فقط 33 مليون برميا من الإمدادات النفطية، ولكن تمثل أيضا تقريبا 11 مليون برميل من إنتاج روسيا، وبالتالي تتكلمي على 44 مليون برميل يوميا من الاتفاق، وبالتالي هذا لابد أن يؤثر على أسواق النفط. ونقول لمن يقول أن أوبك ماتت سريريا وأن أوبك انتهى دورها من الأسواق، نعول على هذا الاتفاق ونؤكد أنه بمشيئة الله سوف ممكن أن نناقش ذلك لاحقا في الحلقة، ولكن موضوع الاتفاق أن هناك اتفاق بين المنتجين الرئيسيين في أوبك وخارجها بحد ذاته يكفي أن يؤكد على الاستقرار في أسواق النفط، وهذا ما نحتاجه بعد 3 سنوات من استراتيجية حصص السوق السابقة. نعم. أستاذ وائل، أرحب بك معنا مرة جديدة. بعد أن صدر القرار بالاستمرار بتخفيض الإنتاج تراجعت الأسعار، لماذا برأيك؟ أولا في البداية أحب يعني أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، وأقول لكم جميعا والمشاهدين كل عام أنتم بخير. بالنسبة للأسعار، طبعا في هناك وجهة نظر تقول أن السوق كان يعني سعر الاتفاق قبل حدوثه. ليش؟ لأنه الدول أوبك وروسيا كذلك أعلنت دعمها عن 9 أشهر، فما كان في مفاجآت في يوم الاجتماع. نعم. فالسوق كان سعر القرار مسبقا. طبعا الآن لماذا انخفضت الأسعار؟ تعرف أن الآن هي مسألة مضاربين، والسوق طبعا هو سوق عقود آجلة. بالنسبة للسوق، الاتفاق راح يحل يمكن أزمة اللي هو أزمة المعروض المرتفع أو المخزونات المرتفعة فوق متوسط 5 سنوات هذا العام، ولكن السوق قلق بخصوص العام القادم، ولهذا احنا شفنا في يعني مراكز العقود يعني أو يسموها يعني شو اسمه speculative positions بالنسبة للمضاربين، العقود يعني أصبحت قصيرة، الكل يعني تخلص من العقود الطويلة اللي هي للعام القادم وتمسك بالعقود اللي هي تنتهي هذا العام. هذا دليل على أنه هناك تخوف من أن اتفاق أوبك إذا انتهى في الربع الأول من العام القادم قد لا يتم تجديده، وسوف يكون هناك تخمة في المعروض محتملة. هذه التخمة في المعروض مصدرها الولايات المتحدة، وبالتحديد الإنتاج النفط الصخري. طبعا احنا هذه السنة لم نشهد طبعا زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري، أي نعم شهدنا زيادة ولكن ليست الزيادة الكبيرة. يعني إذا نظرنا لأغلب توقعات المحللين فإحنا نتكلم على 400 إلى 500 ألف برميل في المتوسط كزيادة متوقعة، 1500 ألف برميل يوميا طبعا كزيادة متوقعة هذا العام. هذا الكلام طبعا ذكر كذلك مارك بابا اللي هو يعني يعرف في أمريكا باسم أب النفط الصخري، هو رئيس شركة AOG سابقا، أحد مؤسسين صناعة النفط الصخري. مارك بابا كان موجود في فيينا الأسبوع الماضي واجتمع بمسؤولين أوبك أو بما يعرف باللجنة الاقتصادية الأوبك. مارك بابا كانت رسالته واضحة، طبعا هذا الاجتماع كان مغلق وليس يعني مفتوح للإعلام، ولكن طبعا احنا يعني أنا كنت موجود في فيينا طيلة الأسبوع وكنت على تواصل مع المسؤولين في أوبك، وحسب ما فهمت أنه مارك بابا يعني طمأنهم قال لهم هذا العام الإنتاج لن يزيد بأكثر من 450 ألف برميل. هذا طبعا توافق مع يعني مع تقديرات لجهات اخرى مثل IHS. نعم. او حتى يعني مثل بس الاوبك كانت تقديراتها اعلى من تقديرات. نعم. مارك بابا او من تقديرات IHS. هذا. نعم. هو المشكله الان، المشكله ليست العام هذا، المشكله هي العام القادم. احنا نتوقع النفط الصخري ما بين 700 الف الى مليون كزياده، هذه هي الزياده المقلقه بالنسبه للسوق في ظل عدم وضوح رؤيه اوبك هل ستمدد الاتفاق بعد 9 أشهر ام لا. نعم ممتاز. استاذ عبد العزيز، ان كان الهدف الرئيسي من تخفيض الانتاج هو اعاده التوازن بين العرض والطلب من بعد ان كانت الاسواق تشهد
التخمة في المعروض. متى سوف يعني هل من المتوقع قريبا أن يعود التوازن بين العرض والطلب أم الرهان يبقى على إنتاج النفط الصخري أيضا؟ في الحقيقة رأينا مؤشرات كثير على عودة التوازن حتى يعني مع أول شهر أو شهرين من تنفيذ خفض الإمداد. ولكن يجب أن ننوه أن خلال فترة التخمة حصلت صناعة جديدة سميت بصناعة التخزين، منها التخزين العائم وهي مخزونات نفط تحفظ فوق أو في داخل ناقلات كبيرة، ورأينا المشهد في كثير من موانئ العالم قد يكون أشهرها سنغافورة عندما كانت ناقلات النفط تحمل النفط كخزان ولم تكن كناقل، ولذلك عندما تم خفض الإنتاج رأينا جزء كبير من هذه الصناعة يتلاشى والاعتماد أصبح أكثر على العرض والطلب، لذلك أساسيات السوق رجعت سريعا، ولكن يبقى معدل المخزون مرتفع كثيرا، لذلك بطبيعة الحال يستغرق وقت أكثر للتخلص من هذا المخزون. أحب أضيف إضافة بسيطة على كلام الأستاذ وائل. خلال أسبوع أوبك أيضا وتأثيرا على الأسعار صدرت بعض التصريحات التي تتحدث عن بيع المخزون الاستراتيجي الأمريكي وهو مخزون عالي جدا، بلا أدنى شك أنه كان له تأثير على الأسعار. من وجهة نظري الخاصة تأثيره كان قوي جدا على أسواق النفط. لو أن الخبر لن يتم تحقيقه بالفعل وإنما نفسيا تتأثر الأسواق بشكل أكيد سريع. نفسيا تتأثر الأسواق، لا نعلم في أي اتجاه ولكن لها حتما تأثير. طيب أستاذ دكتور فيصل أسألك نفس السؤال ربما بطريقة أخرى وهو مسألة التوازن بين العرض والطلب والرهان الدائم على إنتاج النفط الصخري وأن تكلفة الإنتاج إنتاج النفط الصخري بالتحديد تتراجع مع التقدم التكنولوجي وتقدم التطور في مجال التنقيب عن النفط الصخري. هل من المتوقع تاريخ معين تصل فيه يعود التوازن فيه بين العرض والطلب لتعود الأسعار إلى المستويات المناسبة للجميع المنتجين ومستهلكين؟ نعم طبعا سؤال جميل الله يعطيك العافية. طبعا سوف أجيب باختصار لأني أود أن أعود إلى أستاذ وائل مهدي، نقاط مهمة جدا. التوازن الأسواق متوقع خلال الربع الأخير من هذا العام وبأقصى تقدير راح يكون إن شاء الله خلال الربع الأول من هذا العام، ولذلك لاحظنا أن الاتفاقية استمرت إلى 9 أشهر من العام المقبل. نعم إلى نهاية شهر مارس. طبعا أنا أود أن أنوه لأن الأستاذ وائل مهدي له باع في النفط وأتوقع أنه هو الأقرب لمنظمة أوبك لأنه دائما يغطيها ومؤلف كتاب أوبك إن شيل وورد اللي هو أوبك في عالم النفط الصخري، ولعلي أختلف معه أننا ركزنا كثيرا على النفط الصخري، ولا أتفق أيضا أنه موضوع الأسواق هي أصبحت أسواق آجلة. أود أن أؤكد أن الفيزيكال ماركت الأسواق النفط المادية مثل ما ذكر سعد زي المقبل الفلوتينج ستورج الخزانات العائمة كلها تلاشت في الخليج العربي في سواحل ماليزيا وسنغافورة. ننظر الآن تقريبا 1,000,000 برميل يوميا من النفط خام غرب أفريقيا وبحر الشمال يتجه إلى آسيا شرقا، رأينا معدلات عالية جدا من الطاقات التكريرية في تقريبا جميع أنحاء العالم، نتكلم على آسيا وعلى أمريكا، وبالتالي هناك أساسيات قوية جدا لأسواق النفط. ومن المؤسف أننا نركز على أن مؤشر نجاح اتفاقية أوبك في 6 أشهر الأولى والتي لاحظنا أن إعلاميا يعني غبنت إعلاميا أنه لا يوجد تأثير لأول 6 أشهر من اتفاقية أوبك، وهذا خطأ كبير. أسعار النفط في الربع الأول من العام الماضي كانت عند متوسط $30 للبرميل، ورأينا أن أسعار النفط فوق $50، نتكلم على خام برنت منذ الاتفاقية حتى من قبل يعني تطبيقها من بداية ديسمبر، وأسواق وأسعار النفط خام برنت فوق $50 نزل تقريبا تحت الخمسين شيء بسيط الأسبوع قبل أسبوعين. وهناك أساسيات قوية جدا لأسواق النفط
تأثير اتفاقية أوبك في 6 أشهر الأولى نجح نجاحا كبيرا، وإن كان البعض يقول أن هناك ليس لا توجد معدلات امتثال عالية. بالعكس، لو لم تكن هناك معدلات إنتاج امتثال عالية لما رأينا المخزونات النفطية في الـ OECD اللي هي في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية هبطت من 300 مليون برميل فوق متوسط ال5 سنوات إلى حاليا تقريبا 276 مليون برميل. وبالتالي نتوقع أن يعني أن تهبط المخزونات مع نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل. وبالتالي أنا أود أرجع للأستاذ وائل يعني فضلا لا أمرا أن أن, أن 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 نتناقش في موضوع الأسواق الآجلة، ولماذا التركيز على هذه المضاربات؟ لقينا الشورت بوزيشنز، لقينا يعني الآن ما في تقريبا أي عمليات عقود الأسواق الآجلة في العام 2018، وهذا يعتبر أحد الأسباب أن الأسعار لم ترتفع فوق هذا المستوى، خصوصا بعد اتفاقية أوبك التي لم يكون فيها عنصر المفاجأة. نعم. طيب أستاذ وائل، أعود إليك وعن ما كانت النتائج برأيك للاتفاق منذ أن تم منذ 6 أشهر الاتفاق بتمديد الإنتاج؟ هل حقق هذا الاتفاق الأهداف المنشودة والتي وضعت يعني لهذا الاتفاق بالسابق؟ هل تأثرت الأسواق كما يجب بهذا الاتفاق؟ نعم، هذا سؤال جدا مهم واشكرك عليه. طب بس لكن قبل ان ابدا في الاجابه على السؤال، احب اعود للنقطه اللي ذكرها الاستاذ عبد العزيز فيما يتعلق باعلان بيع المخزون الامريكي، وانه هذا الاعلان كان له اثر على الاسواق في الاسبوع اللي كان في اجتماع اوبك. طبعا الاعلان هو عن بيع نصف المخزون الاستراتيجي الامريكي، نتكلم على 270 مليون برميل تقريبا، لكن هذا البيع سيحصل على مدة 10 سنوات، فهنا نتكلم على 27 مليون برميل سنويا. ليس رقم كبير، هو فقط كان يعني عامل نفسي أول يوم من الإعلان، ومن ثم الأسواق عادت مرة أخرى للتركيز على أوبك وعلى نتائج الاجتماع وعلى أساسيات السوق، ويعني تم تجاهل هذا الأمر إنه الأثر سوف يكون طويل الأجل، يعني 10 سنوات هذه مدة طويلة جدا. فهذا ليس يوجد يعني قلق كبير جدا. والدليل على ذلك أن الأسعار الآن ارتفعت، الأسعار الآن برنت اليوم في مستوى $52، WTI أو غرب تكساس في مستوى $50. نرجع الآن إلى السؤال اللي أنت تفضلت به فيما يتعلق، هل رأينا نجاح للاتفاق حتى الآن؟ ننظر إلى الأرقام. أنا الآن كما ذكر الدكتور فيصل مرزا، والدكتور فيصل مرزا يعني من طالعين على يعني على السوق بصورة كبيرة، المخزونات في بصورة عامة في دول منظمة التعاون الاقتصادي اللي OECD انخفضت، نعم، إلى 260 مليون برميل فوق متوسط ال5 سنوات. نعم. طبعا احنا المشكلة الكبيرة في السوق حاليا هي مشكلة الشفافية. نحن لا نعلم الحجم الحقيقي للمخزونات خارج دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللي هي OECD. فقط الولايات المتحدة ودول المنظمة اللي تعلن يعني من خلال وكالة الطاقة الدولية شهريا عن حجم المخزون. أما الباقين عندك الصين، الهند، هذه دول كبيرة ومؤثرة في المخزونات العالمية لا نعرف عنها شيئا، وخصوصا الصين. طبعا فلننظر إلى الأساسيات. نحن عندنا الآن المخزونات في الولايات المتحدة تنخفض أسبوعيا، وهذا الأسبوع الخامس التوالي. الآن أصبحنا نتكلم على 123.5 مليون برميل مخزنة في الولايات المتحدة كمخزون تجاري فوق المتوسط ال5 سنوات. هذا تقدم كبير. يعني إذا احنا استمرينا على اتفاق أوبك الحالي اللي هو طبعا احنا نتكلم على 30 مليون يعني 1.2 مليون برميل يوميا، نتكلم على تقريبا 30 مليون برميل شهريا يوميا. يعني طبعا فنحن نتكلم على أن المخزونات هذه لن تظل يعني فترة طويلة جدا، يعني نتوقع على آخر السنة إن شاء الله السوق سوف يتوازن يعني من ناحية المخزونات. لكن والطلب لا زال في وضع جيد. السنة هذه الطلب متوقع أن ينمو بمعدل 1.3 مليون برميل. لكن وين هي المشكلة حتى الآن؟ المشكلة أنه راح ممكن يكون هناك عجز إذا ما استمرت أوبك على التخفيض والدول خارج أوبك على التخفيض، فممكن يكون هناك عجز في الربع الرابع أو الربع الثالث.
لأنه الطلب راح يزيد أكثر من المعروض، لأنه إحنا لا نحتاج كل هذا التخفيضات للأمانة. ولكن نعم. أوبك كانت حريصة على أنها يعني تقضي على موضوع المخزونات هذا بصورة نهائية. بالنسبة للتخزين العائم كما ذكر الأستاذ عبد العزيز، نعم. تقريبا الآن لا يوجد مخزونات عائمة في العالم، يعني تقريبا يعني شبه منتهية. ما يتبقى الآن هو المخزونات البرية، وهذه هي طبعا ما احنا عارفين نقيسها حتى. طيب استاذ وائل، اعود اليك بعد قليل لمناقشه مساله ذكرتها الان وذكرت ربما نقيضها قبل قليل، وهي ان مع الربع الاخير من هذا العام سوف يكون هناك يزداد الطلب او مستويات الطلب تزداد على مستويات العرض. قبل قليل ذكرت بان انتاج النفط الصخري سوف يعني يعيد العرض الى مستويات اعلى من الطلب، نعود الى هذه النقطه بعد قليل. استاذ عبد العزيز، كيف رايتم او كيف تابعتم موقف منظمه الطاقه العالميه من الاستمرار بخفض الانتاج؟ منظمه الطاقه العالميه اعطتنا اجوبه كثير على كلام الاخ وائل، حتى بالحديث عن هل هناك امكانيه لوجود عجز على المدى القصير او المتوسط. في تقريرها المتوسط، ما كان يسمى متوسط سابقا الآن أصبح المسمى للتقرير التقرير التنفيذي ل5 سنوات، ذكرت أنه لا يوجد أي خوف من العجز، فهناك وافر من المنتجين القادرين على تغطية أي عجز. إلا أن النمو سيتسارع، ولكن في ظل النقص الشديد في الاستثمارات في استثمارات المنبع سيكون تأثيرها أكثر وضوحاً على المدى المتوسط إلى البعيد. ممتاز. دكتور فيصل، أعود إليك. مستويات الأسعار في مع يعني تخفيض الإنتاج والاستمرار بهذا الاتفاق، لو أن التراجع شهدناه لأسعار النفط بعد أن تم الاتفاق، ولكن على المستوى المتوسط والبعيد كيف ستكون مستويات الأسعار المتوقعة مع استمرار هذا الاتفاق؟ طبعا لا احد يستطيع ان يتنبأ بمستويات الاسعار، ولكن الكل ينوه او يلمح انها سوف تكون في مستوى ال 55 الى 60 دولار كحد اعلى. نعم. اود ان ارجع الى نقطه مهمه جدا، وهذه النقطه اثيرت كثيرا ولعلي يعقب عليها. تعامل منظمه اوبك مع النفط الصخري ليس لاضعاف قدره انتاج النفط الصخري، نحن نحتاج إلى إنتاج النفط الصخري لأنه سوف يكون له عامل كبير لتلبية النمو في الطلب العالمي على النفط. وبالتالي لا أتفق مع من يقول أن النفط الصخري منافس أو كما يسمى rival short cycle، المنافس لمرحلة قصيرة. ولذلك يعني نرجع ونذكر استراتيجية حصص السوق، الاستراتيجية التي تبنتها أوبك من نوفمبر 2014 إلى تقريبا إلى ديسمبر الماضي. والكثير يتكلم عن هذه الاتفاقية أن هذه الاستراتيجية لم تكن ناجحة، ولا أستطيع أن أنتقد هذه الاستراتيجية لأنها كانت لها ظروفها في تلك الأعوام. ولكن النفط الصخري لابد أن لا نتعامل معه كمنافس. النفط الصخري نفط غير تقليدي ولا يستطيع أن يتنافس مع النفط التقليدي. رأينا تقرير الحفارات الأمريكية الأخير قبل يومين، ارتفعت الحفارات إلى 722 حفار، تقريبا ضعف العدد قبل سنة لما كان 322. نعم. وهذا كله تقريبا نتج عنه زيادة أقل من 1 مليون برميل يوميا. المملكة عندها 300 حفار وتنتج 10 مليون برميل يوميا، وبالتالي هذا النفط الصخري الذي يمثل أقل من 5% من الإمدادات العالمية للنفط ونفط غير تقليدي، ورأينا الألم والبانكربسيز وقضايا الإفلاس، تسريح 150 ألف عامل يعمل في هذه شركات النفط الصخري التي الآن تتألم وتلجأ إلى 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 شابتر 11 من قانون الإفلاس الأمريكي. الآن النفط الصخري لا يجني أرباح، إنه نعم. يسدد الديون ما عاناه في السنوات الماضية. وبالتالي النفط الصخري ليس منافس للنفط التقليدي، ولذلك مؤشر الأسعار على النفط الصخري لا يعتبر مؤشر صحيح. ممتاز. مشاهدينا الكرام وضيوفنا، ننتقل لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل حوارنا.
نعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ وائل أعود إليك، قبل قليل كنا نتحدث عن التوازن بين العرض والطلب وإمكانية أن يعود التوازن في بين العرض والطلب مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري. ماذا عن زيادة الإنتاج في النفط الصخري وتأثيرها على منظومة العرض والطلب؟ نعم، طبعا انا ودي اعود الى النقطه اللي ذكرتيها انت بخصوص يبدو انه هناك يعني عدم وضوح للنقطه اللي انا ذكرتها سابقا حول العجز. العجز طبعا نتكلم عنه هذه السنه فقط، عجز متوقع في الربع الثالث، لانه احنا يعني حسب ارقام وكاله الطاقه الدوليه الطلب على النفط هذا العام سيكون في حدود 96 مليون برميل في الربع الثالث أول ربع الثاني. الإنتاج إذا استمرت أوبك على التخفيض مع باقي المنتجين من خارج أوبك فممكن يكون الإنتاج العالمي في حدود 93 مليون برميل يوميا، فإحنا ممكن نتوقع وجود عجز حوالي 3 مليون برميل يوميا. هذا طبعا عجز حيكون في الربع الثالث أو الرابع، لكن هناك مفاجآت، ممكن يكون الزيادة في النفط الصخري تغطي هذا العجز وبالتالي ما يكون في عجز في الأسواق. ولهذا نعود إلى النفط الصخري. النفط الصخري كما انا اتفق تماما مع الدكتور فيصل ميرزا انه النفط الصخري او شيء هو ليس منافس كبير لاوبك، هذا نفط غير تقليدي ويحتاج الى وسائل يعني انتاج مختلفه تماما عن النفط التقليدي اللي تنتجه منظمه اوبك. النفط الصخري في افضل ظروفه يعني انتج 5.4 مليون برميل يوميا، بينما اوبك تنتج 33 مليون برميل يوميا، فالمفارقه كبيره جدا. لكن هو التاثير على الاسواق، لانه طبعا انت عارف النفط الصخري يذهب الى الولايات المتحده بشكل كبير، فالسوق هناك تم اغراقه. يعني هنا حصل خلل، والخلل هذا تم يعني انعكس على اسعار غرب تكساس اللي هي اسعار نفط غرب تكساس اللي يداول في نيويورك، ولهذا احنا راينا الخلل هذا. لكن بصوره عامه لنعود للنفط الصخري. انا تقابلت مع احد كبار المستثمرين في النفط الصخري في يعني في فيينا، كان هو حاضر للاجتماع كمراقب يعني خارجي. هو طبعا الشركة هذه اللي أنا تكلمت معها هم مستثمرين، لا ينتجون نفط صخري، هم مستثمرين في النفط الصخري ويعني يقرضون أموال للشركات اللي تنتج. أنا يعني صعقت عندما وجدت أن الرجل يعني كان يتكلم بكل صراحة وقال أنه نحن في الولايات المتحدة لسنا قادرين على فهم النفط الصخري بشكل كافي. فتفاجأنا بصورة كبيرة. يعني الآن مثلا عندما في العام الماضي عندما انخفضت الأسعار الكل كان يتوقع أنه النفط الصخري إنتاجه سوف يتم سحقه تماما، ولكن هذا لم يحدث. لماذا؟ لأنه كان هناك عدد كبير جدا من الآبار الغير مكتملة أو غير مستكملة اللي هي الأنكمبليد ويلز، تم حفرها ولم يتم إدخالها إلى الإنتاج، دخلت إلى الإنتاج لاحقا، أدت إلى زيادة المعروض وابقت على انتاج النفط الصخري عالي. فلهذا حصل يعني نوع من عدم التوازن في السوق. الوضع الان كما ذكر الدكتور فيصل ميرزا الحفارات في ازدياد، نحن لدينا الان 722 حفاره في الولايات المتحده. الحفارات التي تحفر الان لن تنتج اليوم او لن تنتج حتى بعد شهر. هذه الحفارات كلها انتاجها سوف يدخل في الربع الاخير او في الربع الاول من العام القادم. فالمخاوف من تخمة المعروض مجددا سوف تكون في آخر السنة الحالية أو بداية السنة القادمة، بحد أقصى النصف الأول من السنة القادمة. ولهذا هناك أشخاص كثيرين ومحللين كثيرين يعني يتصورون أن على أوبك تمديد الاتفاق لأكثر من 9 أشهر، يعني وحتى بعضهم يقول أنه ممكن يكون إلى كامل 2018. لا. هذا الأمر طبعا يعني الوزير السعودي خالد الفالح لمح له بطريقة يعني احترافية وذكر أنه أوبك سوف تجتمع يعني في آخر السنة في نوفمبر في فيينا، وسوف تنظر إلى يعني مستجدات السوق، وبناء عليه ممكن أن نشهد يعني خطوات إضافية لأوبك. هذه الخطوات طبعا قد تكون إطالة مدة الاتفاق، قد تكون زيادة حجم التخفيضات، ولو أنه هذا الأمر يعني يعتبر شبه صعب، يعني إلى اليوم إحنا عند أحد مشاكل اتفاق أوبك ودول خارج أوبك أنه ليس الجميع ملتزم التزام كامل 100%. في دول ملتزمة أكثر من دول،
ولهذا نحن نرى النسبة العامة نسبة جيدة، ولكن في دول تحملت العبء أكثر من دول أخرى، ومن بينها السعودية. السعودية تحملت أعباء أكثر من غيرها. نعم أستاذ عبد العزيز، أعود إليك، كيف قرأتم موقف روسيا وتعاونها مع المملكة العربية السعودية بأن تؤثر على الدول المنتجة من داخل أوبك وخارج أوبك ويحصل هذا الاتفاق؟ سؤال جميل. قبل الدخول في السؤال أحب أضيف إضافة بسيطة إلى موضوع النفط الصخري. نعم. هناك حديث دائم على عودة النفط الصخري، عودة النفط الصخري. رأيي الشخصي أنه لم يعد النفط الصخري، هو حوضين فقط الذي عادوا إلى الإنتاج، البرميان بيسن في تكساس وبعض منتجين الغاز في بنسلفانيا. أما البقية لم نرى لهم عودة في الحقيقة، يعني وعند النظر إلى البيانات هي ليست عودة كلية للنفط الصخري، هو عودة للأحواض الجيولوجية الأقرب إلى خطوط الإمداد والأنابيب والأسهل لنقل الغاز من أجل خفض التكلفة. ولكن هناك مبالغة عندما يقول الكثير هو عودة للنفط الصخري، لكن ارتفاع الأسعار سوف يجعل من إنتاج النفط الصخري أكثر جدوى، يعني هو توقفت توقف بعض الإنتاج بما أن الأسعار انخفضت جدا، أصبح غير ذو جدوى اقتصادية للإنتاج. صحيح، حتى وكالة الطاقة العالمية نوهت أنه في حال ارتفاع سعر النفط إلى 80 دولار، فإمكانية الإنتاج من النفط الصخري قد يصل إلى 3 مليون برميل اليوم. ولذلك صحيح هذه عبارة. عودة إلى سؤال روسيا. في الحقيقة يعني التصريحات التي أعقبت اجتماع أوبك للوزير نوفاك كانت تصريحات داعمة لتوجه أوبك وداعمة لمنتجين النفط في الشرق الأوسط بصفة عامة. هناك تعاون واضح جدا ما بين روسيا والمملكة، الدولتين الصديقتين، ولذلك لم يكن الموقف غريب، لم تكن هناك مفاجآت. روسيا تربطها علاقة ممتازة جدا مع المملكة العربية السعودية، وكذلك المملكة العربية السعودية تربطها علاقة استثنائية مع روسيا. صحيح. دكتور فيصل، من وجهة نظرك كيف قرأتم الاتفاق والتعاون تعاون المملكة العربية السعودية مع روسيا وفي مجال الأسواق النفطية وفي إقناع أو التأثير على الدول الأخرى المنتجة من داخل أوبك وخارجها بالاتفاق في يناير الماضي على تخفيض إنتاج واليوم الاستمرار بهذا التخفيض؟ طبعا بكل تأكيد، عملاقي إنتاج النفط في العالم روسيا وصلت إلى ذروتها يعني قبل الحقبة السوفيتية تقريبا 11 مليون برميل في شهر نوفمبر، المملكة وصلت إلى 10,700,000 برميل يوميا، وكانت هذه المستويات القياسية جاءت في وقت يعني قريب جدا من عقد هذه الاتفاقية، لما اتفق عملاقي الانتاج في العالم بالتأكيد أن هذا سيؤثر على قراراتهم المتفقين أجمع. وبالتالي الاتفاق الروسي السعودي، الاتفاق السعودي الروسي في سبتمبر الماضي كان هو مفتاح الاتفاقيات الأخرى والتي بدأت بعد ذلك. ولا ننسى جولة سلمان الحزم في الخليج العربي نهاية العام الماضي، أيضا عززت منظومة الخليج العربي والتي أتت بالضبط قبل اتفاقية أوبك، وبالتالي أصبح هناك اتفاق بين روسيا وأكبر منتجي النفط في منظمة أوبك. وعودة مرة أخرى على أسعار النفط والتي تتحرك في نطاق ضيق تقريبا من 50 إلى 56 دولار يعني للبرميل منذ بداية العام أو منذ ديسمبر، أرى أن تحرك الأسعار يرجع في نفس هذا النطاق حتى بعد اتفاقية أوبك. مثل ما قال الأستاذ وائل، ممكن أن ترجع الأسعار وترتفع في الربع الثالث من هذا العام بعد أن نرى انخفاض أكبر للمخزونات الأمريكية. وبالتالي يعني سؤالك للأستاذ عبد العزيز على مدى امتثال روسيا لم تصل إلى 300,000 برميل من خفض الإنتاج إلى تقريبا في الشهر الماضي. مستويات روسيا من خفض الإنتاج في الأشهر الماضية كانت كلها تقريبا بدأت بداية متواضعة في الربع الأول من 100 إلى 150,000 برميل تخفيض، والآن هي تتعدى تقريبا 250,000 برميل. وأتمنى أن يصل الامتثال في روسيا إلى نفس الامتثال المتفق عليه وهو 300,000 برميل، لأن هذا سوف يؤثر كثيرا
على يعني انخفاض المخزونات والتي هي أهم أهداف اتفاقية أوبك. ممتاز. أستاذ وائل أعود إليك، ذكرت قبل قليل أن بعض الدول تحملت عبء تخفيض الإنتاج أكثر من دول أخرى لم تلتزم بنفس النسبة المقدرة في بداية الاتفاق على تخفيض الإنتاج. ما العمل؟ يعني هل من المفترض الاستمرار على نفس الاستراتيجية مع الدول التي لم تلتزم بما كان مقررا في بداية الفترة التي تم فيها الاتفاق على تخفيض الإنتاج؟ نعم طبعا استبيحك عذرا، بس اود التعقيب على ما ذكره الاستاذ عبد العزيز بخصوص يعني النفط الصخري. انا عندما اتحدث عن النفط الصخري فانا اتحدث عن النفط الصخري هذا العام والعام القادم، انا اتكلم على النظره المتوسطه المدى او طويله المدى للنفط الصخري، هذه نظره مختلفه تماما. احنا نتكلم بما يعني بما نرى، يعني عندنا الان مثلا الحفارات 722 حفاره، يعني تقريبا بنك جولدمان ساكس عنده موديل او يعني طريقه لاحتساب الانتاج بناء على عدد الحفارات، وهي طبعا هذا واسبوعيا يتم تحديث هذا الموديل بحسب الزياده في عدد الحفارات. فاخر ارقام يعني بنك جولدمان ساكس كانت ان الانتاج في الولايات المتحده قد يزيد هذا العام بنحو 545 الف برميل يوميا بصوره عامه بناء على عدد الحفارات الحاليه. طبعا الان ارجع اتكلم عن النفط الصخري، اتفق مع الاستاذ عبد العزيز، هناك ثلاث احواض تنتج النفط الصخري بصوره كبيره اللي هي البيرميان وايجل فورد والباكن. بحسب يعني المستثمرين في النفط الصخري انا اللي تحدثت معهم، الباكن طبعا نتكلم الان عن نظره المتوسطه المدى، الباكن لن يضيف الكثير من النفط، الباكن اقترب من الذروه. نعم. الإيجل فورد من المتوقع أن يضيف 300,000 برميل خلال الخمس سنوات القادمة. البيرميان هو أكبرهم ممكن يضيف 1,700,000 برميل خلال الخمس أعوام القادمة أو نقول الأربع أعوام القادمة إلى 2020. فنحن نتكلم على 2 مليون إلى 3 مليون برميل يوميا كحد أقصى من النفط الصخري حتى 2020، ومن ثم سيكون هناك ذروة وبلاتو ويكون الإنتاج ثابت ويبدأ من بعد في الانحدار. لا. النفط الصخري كما ذكرنا ليس منافس لأوبك، النفط الصخري يحتاج إلى تكلفة عالية، لم تظهر يعني النفط الصخري لم تظهر عيوبه كاملة الآن، قد تظهر في العام. أنا أتصور العام القادم راح يكون عام حاسم للنفط الصخري. طيب. لأنه الإنتاج راح يزيد إلى 700,000 إلى 1,000,000 برميل بحسب يعني أغلب التوقعات. نعم. ما عدا ذلك يعني الأعوام ما بعد 2018 لن يكون هناك إضافة كبيرة من النفط الصخري. نعم. أنا هذه النقطة حبيت أوضحها. نرجع لنقطة اتفاق أوبك. الدول اللي ما التزمت في الاتفاق كلها أعطت وعود، العراق أعطى وعود، الإمارات يعني أعطت وعود، لأن الإمارات طبعا ما لم تصل إلى كامل تخفيضاتها لأن لديها برنامج صيانة وتم تأجيل وتأخير بعض أجزاء هذا البرنامج. طبعا هم عندهم يعني أكثر من خام، عندهم يعني مربان وعندهم داس، فالصيانة تتم على أجزاء من الحقول بحسب الخام حتى لا يتم التأثير على العملاء. الإمارات يعني من المحتمل أنها طبعا من ابتداء من يونيو سيكون هناك تحسن كبير في الالتزام. العراق نعم. طبعا الدعم السياسي للاتفاق اللي حصل عليه الوزير خالد الفالح عند زيارته الى بغداد اتصور انها كفيله ان تضع العراق يعني على السكه فيما يتعلق بالاتفاق. هناك دول اخرى طبعا صغير منتجين الصغار، هؤلاء يعني ممكن يعني اقناعهم لاحقا او يعني استخدام معهم يعني اساليب اخرى من اجل وضعهم على الطاوله. نعم. والسعودية وبما أن السعودية ترأس أوبك هذه السنة والوزير خالد الفالح يرأس أوبك، فأنا متأكد أنه هو هيكون قادر على إقناع الجميع، ونحن رأينا الجهود التي بذلها قبل اجتماع. نعم. أوبك ممتاز. الوزير خالد الفالح طبعا زار العديد من الدول من بين العراق وبروناي وكازاخستان، واستطاع يعني سواء أوبك أو خارج أوبك واستطاع ضمهم إلى الاتفاق، وأتصور. نعم. أنه قادر على أن يحل هذه المشكلة. ممتاز. لكن يبقى السؤال الأخير هو الاستراتيجية، هل استراتيجية أوبك ناجحة؟
هل الاستراتيجيه السابقه ناجحه والحاليه ناجحه؟ انا اتمنى انه يعني الاستاذ عبد العزيز والدكتور فيصل يعني يعلقوا على هذه النقطه، لانه كذلك انا يعني لدي وجهه نظر حول الاستراتيجيه. طيب استراتيجيه اوبك استاذ عبد العزيز، ما هي الخطوات المتوقعه ما بعد هذه المرحله؟ يعني عندما ينتهي، يعني ما زال الوقت مبكرا طبعا، ولكن ما هي الخطوات التي ستتخذها اوبك فيما بعد؟ من الصعب التكهن عن كيف سيتم تنفيذ هذا الاتفاق حتى 9 أشهر من شهر 7 القادم حتى شهر 3 في 2018. لكن من الواضح جدا أن الأمور لن تترك هكذا، هناك اجتماعات مجدولة أقربها سيحدث في روسيا، هو الاجتماع القادم ما بين دول أوبك وخارج أوبك، ستكون هناك لجنة متابعة حتى مع تنفيذ مع إتمام الاتفاق في تقريبا نوفمبر 2016. كان هناك اتفاق على تكوين لجنتين، لجنة وزارية للرقابة ولجنة مراقبة تقنية لمراقبة الالتزام به. عندما نتحدث عن الاستراتيجية، حتما الهدف هو خفض المخزونات إلى مستوى أقل من معدل الخمس سنوات الماضية، ولذلك أتوقع هذه الجدولة ستضع بعض التغيرات الخفيفة التكتيكية، ولكن لن تكون التغير استراتيجي مختلف تماما. سفير أحد وزراء دول أوبك بدون تحديد قال أنه هناك إمكانية لخفض أكثر، ولكن لا نرى في هذا الوقت أي جهود في هذا الاتجاه. طيب دكتور فيصل، أوجه إليك سؤال أستاذ وائل، إلى أي مدى تعتبر أن استراتيجية منظمة أوبك الحالية استراتيجية ناجحة، وبناء على أي معطيات؟ سؤال جميل أستاذ وائل. طبعا لا أريد أن أنتقد أي من السياسات، أنا أتفق 100% مع السياسة الحالية أن تعود أوبك بقوة إلى إدارة أسواق النفط، لأن أوبك بحاجة إلى إدارة أسواق النفط، ولعل العالم كله يعلم عن مواقف المملكة والثقل الإقليمي والدولي، المملكة تتحمل لوحدها موازنة أسواق النفط، وبالتالي تتحمل العبء الأكبر أيضا من الامتثال، ولو وصل إلى 140%. استراتيجية أوبك السابقة وهي استراتيجية حصص السوق لم تقرأ ديناميكية أسواق النفط قراءة جيدة في رأيي الشخصي، وبالتالي كان هناك نوع من التعمق في ضخ الكثير من البراميل وإغراق الأسواق بكميات كبرى، وكان هناك حافز كبير لتوسعة الطاقة التخزينية في جميع أنحاء العالم، والتي الآن رأينا مستويات قياسية فوق متوسط الخمس سنوات، وهذه في رأيي الشخصي لن تكون قراءة، يعني ما كانت قراءة يعني دقيقة وصحيحة لديناميكية أسواق النفط والفيزيكال ماركت والأسواق المادية والأسواق الورقية والآثار المتعاكسة معها. هناك نقطة مهمة جدا لابد أن ننوه لها، ذكر أستاذ وائل هناك جهود كبيرة جدا من وزراء أوبك، جهود كبيرة جدا، اجتماعات طويلة جدا، سفر وتنقل كبير، وحتى محافظين أوبك يعني لابد أن نذكر جهودهم أيضا هناك، لكن هناك خطأ كبير من التصريحات الكثيرة في الأسواق. أنا أريد أن أنوه التصريحات لابد أن تكون من وزراء أوبك، كثرة التصريحات هي التي لن تساعد أسعار النفط على الاستقرار، الأسواق تحتاج إلى تصريحات دقيقة ومن وزراء فقط. وأيضا هناك انتقاد كبير لاستراتيجيات أو إلى سياسات أوبك الإعلامية. الآن نحن في الاستوديو كلنا نتفق أن النفط الصخري ليس منافس ولا يستطيع أن يؤثر على الأسواق بهذا الزخم، النفط الصخري أعطي زخم إعلامي وأصبح الزخم الإعلامي هو الذي يقود الأسعار مع الأسف، وبالتالي تقرير أوبك الشهر الأخير لا يتناسب مع
الجهود الجبارة المبذولة لتمديد خفض الإنتاج. نعم. رأينا تقرير أوبك الشهري أعطى النفط الصخري أكبر من قيمته عندما يعني كانت توقعات إنتاج النفط الصخري حتى أكبر من وكالة الطاقة الدولية. يعني وكالة الطاقة الدولية منظمة ترعى مصالح الدول المستهلكة المستخدمين النهائيين. نعم. منظمة أوبك ترعى مصالح الدول المنتجة. هل يعقل أن منظمة أوبك والتي ترعى مصالح الدول المنتجة أن تعطي للنفط الصخري نعم قدر أكبر من قيمته؟ طيب. ولذلك طيب. لابد أن تراجع أوبك سياساتها الإعلامية لكي تتناسب مع نعم. الاستراتيجيات. هناك جهود جبارة نعم. من الوزراء ولكن لا يقابلها لا تعكس على تقارير أوبك ممكن. وعلى سياسات طيب. أوبك الإعلامية. قبل أن يدهمنا الوقت أستاذ وائل، سؤال أخير، ماذا لو لم يتم الاتفاق على الاستمرار بتخفيض الإنتاج؟ بدقيقة واحدة لو سمحت. ماذا لو لم؟ والله أنا أتصور أنه ما لم يعد هناك خيار بالنسبة لأوبك والمنتجين خارج أوبك من في الخروج من الاتفاق، بمعنى يعني دقيق أصبحوا الآن في زاوية، تم حشرهم في زاوية، لا يوجد الآن كما يعرف بالإكزيت استراتيجي أو يعني استراتيجية الخروج من الاتفاق. نعم. الأسواق حكرتهم بمجرد ما يتم خروج أو حتى بوادر في ضعف في الاتفاق، الأسعار راح ترجع تنهار مرة أخرى، لأن إحنا الاتفاق أعطى قاع سعري له، طبعا إحنا الآن أصبح القاع السعري يتكلم عنه $50 بالنسبة لبرنت، بدون الاتفاق القاع السعري ممكن يكون $45 $40 بحسب طبعا معطيات السوق أساسيات السوق، لكن للأسف أوبك أصبحت في الزاوية والمنتجين خارج أوبك معها الآن، فالخروج من هذا الاتفاق أصبح يعني شبه صعب، وإذا كانوا يريدون يعني الحفاظ على استقرار السوق فلا بد أن يستمروا في الاتفاق بشكل أو بآخر. وهنا أحب يعني أذكر نقطة الدكتور فيصل، إنه السياسة الإعلامية جزء كبير جدا من الحفاظ على استقرار السوق، وأنا صراحة شخصيا غير راضي عن السياسة الإعلامية بالنسبة لدول أوبك، لأنه أغلب الأخبار تخرج على لسان مصادر غير مجهولة، وأصبح هناك يعني أكثر من جهة تصرح، وأصبح يعني هناك هدف لرفع الأسعار يعني بالمحادثة الكلامية باللفظية. نعم. يعني they want to talk up the market. لا يستطيع إنسان يخرج كل يوم ويحاول أن يرفع الأسعار تصريحات يعني مجهولة. نعم. شكرا لك أستاذ وائل مهدي، كاتب متخصص في شؤون النفط وأوبك، كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد العزيز، دهمنا الوقت، سؤال أخير واستمرارا لنقطة يعني ماذا لو لم تتفق الدول المنتجة من داخل أوبك وخارج أوبك، هل بالفعل كانت الأسعار سوف تعود لتنهار؟ من الصعب التكهن بالأسعار، لا أحد يريد أن يتكهن بالأسعار. نعم. لكن يعني حصر أسعار السوق بأوبك فقط أو حتى الاتفاق فقط صعب جدا. أسواق النفط تعتمد على عوامل كثيرة يصعب حصرها. شكرا لك إذن أستاذ عبد العزيز المقبل، كاتب اقتصادي في مجال النفط ومهتم بالصناعة النفطية، شكرا جزيلا لتواجدك معنا في حلقة اليوم. وأشكر ضيفنا من الدمام الدكتور فيصل مرزا، مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقا، شكرا جزيلا لمشاركتك في حلقتنا اليوم، كنت معنا من الدمام. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا عن الاتفاق الأخير بعد اجتماع فيينا لمنتجي النفط من داخل أوبك وخارجها حول الاستمرار بتمديد أو تمديد خفض إنتاج النفط. شكرا لمتابعتكم في الختام، وإلى اللقاء.